ما يصفى ما صحافي مشي يشوف بسيخ حتى كان يخدم معاك تلما وطلت له عصاب ومشي ولا يعالج صحيح الحكاية ولا أنا وطرت له عصاب تلما وطلت له عصاب مشيت شفت بحق فما منها الحكاية فما صحافي اسكي باغي مثلا مشي من خدم مع ميسة تلما وطلت له عصاب ومشي ولا يتعالج عند بسي هو صحيح الكلام صحيح ما هي برد معلومة صحيحة ولا أكيد أكيد لا أنا لا معناه أنا وطرت عصاب صح يا أخي ولا مشي مش منها الحكاية في بليش شيزي عادة ما يساتيش بيك كل شيء مفهمش منه كل شيء مفهمش منه هي جيتنا أسمع جيتنا لا مش وطرت له عصاب شو محلك يتكلم فما معناتها شو هو أسيستان مش صحافي هذا حكيت لي بسي معناتها هو أسيستان مش صحفي معناتها يحبني معناها هذا هو دونك الكوليك اللي حبيت حبك اللي جبتوا لي عليه قبل ليه حبك فما واحد حبك حب جنوني شو مريم انا برشا راهو يحبوني حب جنوني مجنون ما يسمع اما هذا كوميديا استنى هذا كوميدي حبك وطلب منك الزواج فما كوميدي حبك وطلب منك الزواج وانت تفرت ما تنكرش عاد ميسا فما اسمع انا جيت ضيفه الجمعه الجايه فما هذا حطينا تو ساكن لاب حطينا جيت ضيفه الجمعه الجايه ما توعد اي فوالا فما صحفي مش كوميدي فما صحفي وفما كيما قلت لك الاسيستون معناها والكرونيكور باهي موجود فما الكرونيكور هذاك حكيتو عليه قبل في الاعلام معناها قلت انا نحترم معناتها كل واحد عبد انا ما نبادروش نفس المشاعر كهو معناها بالسيف ولتوا مرتبطه ولا ماكش مرتبطه؟ مرتبطه وشكون سعيد الحظ هذا؟ لا ما نجمش هذا في كوليس مع بعضنا مش من الدومين مش من الدومين وجيب لك كادو قدام باب الدار لا جيب لي حتى كادو لا مش من الحكايه كادو قدام باب الدار حكايه اخرى خرجت تلقى فما كادو قدام باب الدار هذه حاجه حكايه اخرى اي تحكي لنا تفاصيل بون الحقيقه اول مره هذه باش نحكيها نخرج قدام باب الدار نلقى كادو نحلو نلقاه كادو دو فالور بعد حبيت نتاكد من قلت بالك انا غالطه في كادو دو فالور الحمد لله ما تعديش واحد خطفه من غادي لغادي دو فالور دونك يا اخي نلقى حاجه غاليه معناها برشا فهمت خاتم ديامونت ما خاتم ديامونت لا 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 مونجيلا مونجيلا مونجيلا؟ اه اما غاليه حسب ما قالوا لي طعم في 30 مليون قبلتها ميسا انا ما نعرفش شكون معناتها اللي شو عملت لها معناتها تو ماذا بيا نحب نعرف شو عملت لها مونجيلا هزيتها بوليسيه شو عملت لها معناتها قبلتها خليتها بوليسيه؟ نعم اخذتها تلبس فيها ميسا شي بوليسيه مريم لا ما لبستش حاجه مش نتاعي بوليسيه علاش وين المشكل؟ تهز بوليسيه علاش بتهزيش حاجه مش نتاعك وما تعرفش شكون مليون واحد يعمل بروجي مريم ما نعرفش سؤال معناتها هكاك اون كيستيون انوسونت ما جو سافوا لا لا الحقيقه معايا صاحبتي خليتها عندها لو طون اللي نعرف شكون صاحبتك موجوده؟ لا موجوده كان عندكم سؤال هيا باش نختم انا حبيت نقول ملاحظتين باهي الثقه بالنفس لكن كي تقول ثم ميسة واحدة يولي ثقه مغلفه بالغرور ثقه انك تعمل حاجه باهيه اما وقت لما باش نقولوا احنا نقولوا ميسة واحدة ولا يقول لك حاجه لا مش قول لا مش قول علاش خاطر لا خاطر لا اسمعني اسمعني انا نقول الحقيقه اسمعني لا اسمعني يا ميسة يا ميسة الطريق امامك طويله والفاشل اللي علاش يقول على اسمعني اسمعني يا ميسة اليوم اللي يسوى جيسوس يطلع في التلفزيون يقول انا الميليونير انا نقول الزوز من حقك تقول لا تحب انت الطريق امامك طويله ميزانت وكارير ميزان طويل معناها مازلنا احنا حتى احنا مازلنا نتعلموا هذايا اللي كنتي حاجه نتعلموا نتعلموا ما قلتلكش ما نتعلموا اما ما فهم ايه بالطبيعه ونقصد بكلامي حتى في علم النفس وفي علم الاجتماع مانيش انا نتبع مانيش نتبع في شكون مانيش نقلد في شكون هذا اش معناه؟ لا انت عندك ستيل تبارك الله عندي ستيلي وحدي انا قلت لك ساعه اي دايور عمره لو ما نتفكرش عبد حتى في انترفيو قال لي انت كيما فلان ولا كيما فلان ساعه تقول لي ساعه تقول لي تحسب نحسب خاطر احنا في الكوميونيكاسيون وانا فورماتور في التكنيك دو كوميونيكاسيون نحسب انا الكونتوني نتاع كلامك كي تقول لي انت ديغون معناتها 15 مينوت عاودها 5 فوا انا ناجحه دخلنا في الغرور
وليس في الكونفيونس ان سوا. دونك هنا نحكيو على الفولي نتاع ليغو سنتريزم، راهو انك انسان يعاود بامال دو فوا انا ناجح انا ناجح. ناقص كان نحط لك تو الاغنيه نتاع محمد رمضان. انت شجعت بينا في الحوار نمبر 1 نمبر 1 هذيك تبيع على الاخر. وين جعت بينا في الحوار خاطر هي جبدنا عليه الغرور. لا انا بنيت على كلمه مطران. اي فوالا.